نروح بقى للبيج بوس بتاعنا بيتسو موسيماني، اللي هو كمان دخل ضمن قائمة أفضل مدرب في العالم لعام 2021، بالإضافة إلى العديد من المدربين الكبار زي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، أليجري مدرب يوفنتوس، توماس توخيل مدرب تشيلسي، جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وطبعا غيرهم من جهابزة التدريب في أوروبا. طبعا اللي حققه موسيماني خلال 8 شهور هو اللي حطه هو كمان في هذه المكانة، يعني بطولتين دوري أبطال إفريقيا، سوبر إفريقي، برونزية مونديال الأندية. يبقى احنا بنتكلم على مدرب متميز، وطبعا اللي اختاره هو صاحب الرؤية الثاقبة الكابتن محمود الخطيب، ومعاه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، والحقيقة إلى حد بعيد جدا كان هذا الاختيار موفق. وبشكل عام اختيار الشناوي وموسيماني من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ضمن الأفضل في العالم لعام 2021، تاني نرجع ونقول دي حاجة ما بتحصلش كده ايه اعتباطا، حاجة ما حصلتش من فراغ، نرجع ونقول بشكل عام هي دي مكانة النادي الأهلي يا حضرات، دي إنجازات الأهلي اللي بتقود كل من يلتمي إليه لمنصات التتويج والإنجازات والأرقام القياسية والتواجد العالمي بمنتهى القوة. لما نلاقي الأهلي حقق كل الأرقام دي وكان يعني الأكثر تتويجا في العالم بالبطولات القارية، وبعد كده يتخطى ريال مدريد ويصبح 26 بطولة، ودلوقتي الأهلي حاصل على 23 بطولة قارية وبينافس بقوة للعودة للقب المحبب او اللقب اللي احنا كلنا بنسعد وبنتشرف بيه، لقب الاكثر تتويجا، يبقى احنا يعني وجودنا عظيم محليا وقاريا وعالميا. ومش بنقول البقين دول فنجره بق زي ما بيقولوا، احنا بنقر واقع مش بنقول كلام على سبيل المجامله.